ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال. النهاردة فيديو جديد اتمنى يعجبكم. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد اول باول. فيديو النهاردة عن استغلال المساحات الضيقة والمنازل الذكية، وازاي بيستغل كل شبر فيها رغم ضيق المساحات، وازاي بيستغلوا عقلهم ان هم يخترعوا حاجات بتسهل عليهم امورهم خالص. هنشوفه مع بعض في الفيديو. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. ازاي بيشيلوا حاجاتهم، ازاي بيعينوا الحاجة، ازاي بيخترعوا حاجات ان هي تبقى شكلها حلو وفي نفس الوقت مش واخدة مساحة في البيت. حاجات غريبة هنشوفوها في الفيديو ده. اتمنى الفيديو يعجبكم.